لان دلبوترو اعتقد يعني ما في شيء مستحيل في هذه اللعبه، ولكن في بعض الاوقات ممكن ان تحكم على المباراه. اعتقد خمسه لا شيء بان الامور اصبحت مستحيله مستحيله جدا على اللاعب نمن، واعتقد هي مساله وقت لمرور دلبوترو الذي يبدا بارسال اول لا يصد ولا يرد. هنا سرعه 206 كيلو متر في الساعه. ثلاثين لا شيء، وارسل اخر رائع من دول بوترو. ثلاثين لا شيء وعلى بعد نقطتين. وضربة قاضية اخرى من دول بوترو، ثلاث فرص متتالية لختم المباراة. إذن خارج الملعب شوط ونقطة ومباراة لإخوان مارتن دلبوترو الأرجنتيني يتخطى ياركونا من 6-4 6 لا شيء. مجموعة أولى تنافس بها رغم المستوى المتوسط، ولكن مجموعة ثانية غاب اللاعب من هو دلبوترو بالإرسال وحافظ